في الحديث الصحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هكذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصانا وأوصى الأجيال من عهده صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة أن نتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم الأئمة الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وهم الخلفاء الأربعة، وسنتهم إنما هي بيان لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تقرير لها، لا أنهم لهم سنة خاصة بهم، وإنما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يبينونها للناس ويحكمون بها بين الناس. فرضي الله عنهم وأرضاهم وعن سائر الصحابة من المهاجرين والأنصار وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.